تتم من الباقلة العراقي على أصوله، الشكل روعة والطعم يجنن. أول شيء عندي بصلة مفرومة ناعم، خليت زيت بالخضر وراح أحمسها شوية إلى أن تأخذ اللون الذهبي. بس البصل عندي راح أضيف عليه شبنت، عندي هنا شبنت مجفف تقريبا نص كوب، اللي يحب يضيف الشبنت بالتازة أكيد، بس ما تفرق حسب المتوفر عندكم، والشبنت هذا المجفف أيضا ينزل نفس الطعم. راح شوية أخليه ينحمس ويا البصل، حمس عندي حوالي 5 دقائق، راح أضيف عليه باقلة أخلصه وزين. وأقلبهم بعد ما حنسوي شوية، راح أضيف عليها مي بس شوية يغطيها للباقلة، وراح أغطيها وانتظر 5 إلى 10 دقائق. عندي هنا أنا أفخاذ مال دجاج سلقتهم، وبعد ما يستوون راح أصفي المي وآخذه حتى أضيفه على التمن باقلة مالتي، وما خليت له بس ملح وشوية ورق خضار على مود نتخلص من الزفرة. وبعد ما مرت 10 دقائق المي كليته اختفى، راح أخلي عليه 2.5 كوب من الرز البسمتي، أني ناقعته تقريبا نص ساعة وبعدين صفيته من المي. راح أضيف عليه شوية ملح، أضيف عليه شوية كركم حتى يعدل لي اللون مالت التمن ويصير بين الأخضر والأصفر. راح أقلبهم وراح أضيف عليهم مي الدجاج. بعد ما قلبتهم هاي الطريقة راح أضيف عليهم هسه مي الدجاج بعد ما صفيته. مي الدجاج أصلاً هو همينة بملح، فلذلك ما خليت ملح هواية للتمن. أضيف شوية بعد مي حتى يصير بس يغطي التمن، وهاي المي يكون بهاي الطريقة، ما يكون هواية حتى لا يطلع عندي التمن معجن، خاصة انه الباقلة هي مستوية، خليتها على نار عالية الى ان يبدي التمن يمتص المي اللي بيه، بعدين راح احوله على نار ناصية واخليه يتهدر. هاي تقريبا بعد ما امتص اغلبية المي راح احوله على نار الناصية، اخليها لو وأتركه يتهدر. وهذه كانت النتيجة، أتمنى عجبكم الفيديو وأتمنى تجربوه وتكتبوا لي بالتعليقات. أشوفكم في فيديوهات قادمة بإذن الله وحفظه.